توني خليفة صديق وزميل قديم، وطبعا فوق كل ده أستاذ كبير في مهنتنا. سمر صديقة قبل أن تكون زميلة حتى الساعة بعد البرنامج ما عرفش. دخل في مناطق شائكة وده بيعمله أعداء كتير. أنا النهاردة هعرض له كلام أعداء. لما تسمع اسم برنامج أنا وأنا أول انطباع بتاخده أنه إيجو عالي، بس لما شفت البرنامج اكتشفت أنه أنا وأنا هي الوجه الآخر للشخص نفسه. توني خليفة في مصر أو في لبنان ماركة مسجلة للحوارات المثيرة للجدل. ممكن أطلع حاجات أنتوا مش سامعينها ولا مرة وهتتفاجئوا فيها. أكيد هتكلم معاه في خلافه الأخير مع نيشان وفي حاجات تانية برضو. حابب النهاردة يكون حوار لأول مرة الناس تتعرف على شخص توني خليفة ده. هستنوني. مساء الخير توني خليفة. مساء الخير. مساء النور. منورني النهاردة في أنا وأنا. أنت اللي منورة واشتقت لك. أنا كتير. أهلا بيك. فقرتنا دلوقتي اسمها أنا والعالم. بنقرب من عقل الضيف ونتعرف منه على رأيه وعلى في بعض المواضيع اللي بتدور حوالينا في العالم. يلا. توني خليفة قارئ نشرة قديم. إيه نشرات الأخبار اللي أنت بتعرف منها إيه اللي بيحصل في العالم؟ بالوقت الحاضر صارت الأونلاين هي اللي بتغنيكي أنك تشوفي نشرات أخبار. يعني قبل ما نوصل لنشرة الأخبار بنكون شفنا كل الأحداث أونلاين عبر المواقع الإلكترونية. فأنا أعتقد أنه عالم التلفزيون رايح إلى شوي، يعني ما بدنا نقول إلى زوال، خلينا نقول إلى تلاشي، علما أني أنا أول من تنبأ بأنه الصحافة الورقية رايحة إلى تلاشي. نشوف التقرير ده. يلا. بابا الفاتيكان زار مصر مؤخراً في زيارة عنوانها نشر السلام، وكتب بابا الكاثوليك مع البابا توادروس في مصر بيان بيدعو فيه أن الكنيستين يبذلوا الجهد لتوحيد سر المعمودية وهو واحد من أسرار الكنيسة. البيان ده بيحاول يوحد ما بين الكنيستين بعد أكتر من 1500 سنة من الخلاف، وعشان أبناء الطائفتين يقدروا يتجوزوا من بعض بسهولة من غير مشاكل وبدون حاجة للتعميد من جديد. البيان ده أثار غضب عدد لا بأس به من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، بس أهو خطوة نحو التقريب بين البشر زي خطوات كتير قبله للتقريب بين المذاهب المختلفة خاصة السنة والشيعة. فهل في أمل ولا المستقبل أكثر تعصباً؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ أنا دائماً بطرح السؤال إنه ربنا سبحانه وتعالى هو قال نختلف بين بعض كاثوليك وأرثوذكس شيعة وسنة، يعني نختلف باسمه بين بعض، نقتل بعض باسم. أنا الموضوع الدين ككل أنا بعتبر إنه أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله. أنا وصلت لربنا، في علاقة بيني وبين ربنا وصلت لها، وأنا يعني فرحان قوي أني أنا وجدت هذه العلاقة. فلما أشوف هذه الأمور أنه نحن بعدنا عم نجرب نختلف على سر المعمودية أو الطلاق أو الزواج أو هذا السني أو هذا شيعي أو هذا، ما زال عرفنا ربنا، يعني الله الرحمن الرحيم المليء بالحب والمحبة والتسامح، صار فيه هذه العلاقة. طب علاقتك بربنا مرتبطة بدين معين؟ لا لا، أنا خلقت مسيحي بعائلة مسيحية ببيت مسيحي، أحترم ديني إلى أقصى الدرجات، ولكن عندما تعرفت إلى أديان أخرى لم أستطع إلا أن أحترم وأحب الأديان الأخرى، لأنه مثل ديني في دين آخر بيوصلني إلى ربي، إلى يعني كل الطرق توصل إلى الله، ومش أنا بحدد إذا أنت دينك صح ولا أنا ديني صح ولا هو دينه صح، ربنا وحده اللي بيحدد. يعني لأنه أوقات ممكن تكوني لا دينية، يعني ما وصلت لك رسالة الله، ممكن تكوني عايشة بمجاهل الأمازون هذه الرسالة ما وصلت لك، وتكوني إنساني صالحة وخيرة وبتعملي الخير، الله رحوم لدرجة إنه ما بعرف إذا هالقد نحن، يعني من يصور الله بإنه هو إنسان أو مش إنسان عفوا، يعني إنه يصور الله بإنه هو حدا هالقد إنه يحرق ويقتل ويعذب. أنا أثق برحمة الله. يعني توني خليفة يدين بالدين الحب زي ابن عربي ما قال؟ لا، أدينه بدين الله.
ونعم بالله. خلينا نشوف الصور دي ونشاهد. دي مشاهد لمظاهرة لبنات في لبنان؟ نعم. ضد تعديل قانون ملاحقة المغتصب. أعتقد هذا الفيلم انعمل إنه صار فيه مثل نوع إنه إذا المغتصب يتزوج البنت اللي اغتصبها إنه تسقط عنه العقوبة. مع ولا ضد؟ لا طبعا ضد. ضد يعني إنه شو يعني بروح بغتصب يعني في بنت أنا عجبتني بدي أتزوجها هي منا قبلاني بروح بغتصبها ساعتها بيكون الحل إنها تتزوجني شو يعني هذا يعني هبل يعني هبل واحتقار. يعني لقيمة المرأة أولا ولو وجودها وثانيا لعقول الناس. المغتصب مجرم. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. طلع. استنونا. رجعنا من الفاصل ولسه مكملين مع توني خليفة. الفقرة دي اسمها أنا وأنا، ده اسم البرنامج واسم الفقرة. بنحاول نتعرف على أنا بتاعتك ونقرب بقى لشخصيتك لعيلتك لصحابك. إن شاء الله. جاهز؟ جاهز. عالم النفس الشهير يونغ بيقول أرني رجل سليم العقل وأنا سأعالجه. شايف إن الجنون عين العقل؟ الجنون عين العقل. أنا أعتقد ما فيش إنسان على وجه الأرض إلا ما عنده نسبة جنون معين، والنسبة بتزيد كل ما الإبداع زاد. نسبة الجنون اللي عند توني خليفة ايه؟ انا في اشياء كتير عملتها بحياتي، ما تسأليني شوية لاني ما رح اقول. في اشياء كتير عملتها بحياتي انا بعتبرها كانت ضرب جنون، واذا بيرجع فيه التاريخ لورا اكيد 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 مش أكيد هتعملها؟ لا، لانه كانت اشياء خاطئة جدا، غلط جدا، مهينة لإلي ببعض الاوقات، ولكن اشتغلت على نفسي كتير اني اطلع من الخطأ ولا اقع بهذه الخطأ. طبعا بمساعدة يعني بمساعدة ربنا، يعني هو اللي اهنت نفسك امتى؟ بكتير مطارح، بكتير مواقف. زي قلت لك ما يعني ما رح فوت بالتفاصيل لانه بعتبرها انه هي صفحة من الماضي لا اريد ان اعود اليها، ولكن انا وضعت نفسي بامور اوقات كانت لا تليق بتوني خليفة. بس لو انت متصالح مع اخطائك هتقول؟ بقول بيني وبين نفسي، ولو ما اكون متصالح بيني وبين نفسي بحاول اصلح بيني وبين نفسي، لاني بفتره حاولت ألجأ الى بعض الاشخاص، يعني صدقت انه في صداقه بالحياه، صدقت انه في اصدقاء. مفيش. اكتشفت انه الشكوى لغير الله مزلة. طب لو رجعنا لنفس الموضوع وبنتكلم على مقولة يونغ، ليه في عالمنا العربي بتحاول الناس دايما ترسم لنفسها صورة مثالية، ما بيتحرروش من ذاتهم، ما بيحبوش يبانوا على طبيعتهم؟ أسوأ ما في مجتمعنا العربي هذا الموضوع، إن نحن دائما مجبرين على الظهور بالصورة المثالية والمثال الأعلى، لأنه مجتمعنا لا يقبل الخطأ، مش لأنه هو يرفض الخطأ، لأنه بيعتبر الخطأ تقليل منه؟ مش تقليل، يعني بقلك شغلة مثلا، نحن دائما نرفض الخطأ عند غيرنا ونعير الآخر بخطأه، ونحن بالسر نعمل أسوأ منه 100 مرة. الكلام ده بينطبق عليك؟ أنا واحد من هالمجتمع العربي اللي بشوف الخطأ فيكي، بس الكم الهائل من الأخطاء اللي فيه بجرب خبيه وراي تبين أنا إنه ليكو أنا قدي مثالي. لا أنا مني مثالي. تعال نبص على الصورة اللي جاية دي. ده عارف مين ده؟ هيدا أنا. كتبت تحتها إيه؟ فاكر ولا أقول لك؟ كنت ولدت في اليابان كان هذا شكلي، وأكيد كنت أذكى بألف مرة وأغنى بألف مرة وأحترم القوانين أكثر بألف مرة، ودولتي تحترمني أكثر بألف مرة. هيدا إذا قدرت خلص من الزلازل والتسونامي اللي بتصير بالسنة ألف مرة هنيك باليابان، فالحكمة
انه كل شيء بالحياه في منيح وفي قبيح. قبيح يعني ايه بالفعل، يعني كل شيء في منيح وفي قبيح. اولا انا عايزه اقف هنا، انت عايز تبقى اذكى من كده ايه؟ لا طبعا هاخد واحده واحده. لا 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 لا، نحن اذكى يعني. كنت عملت في الناس ايه يا طول؟ لا ما دام الذكاء امال ده ايه؟ ممكن ده يكون شر ممكن يكون خير. طب يعني اللي جواك شر ولا خير؟ اللي جوايا صراع بين الشر والخير. مين اللي بينتصر؟ احاول ان ارجح كفه الخير في اغلب الاوقات. بتحاول؟ بحاول اه طبعا. ده معناه ان انت متضايق ان انت عربي؟ مش لا مش متضايق لاني عربي، انا افتخر باني عربي. متضايق انه حكامنا العرب خلونا نتضايق انه نحن عرب. تعال نشوف الشهاده دي. يلا. اشتغلت معاه يعني برامج مش عارف كتير جدا سواء في مصر او في لبنان، واصبحت العلاقه بعد كده علاقه شخصيه. يعني انا انبسطت ان دخلت بيته ودخل بيتي، واصبحت بيننا علاقه اكتشفته فيها كانسان حبيته فيه اكتر بكتير جدا من كان شغلي معاه الجاف كان مذيع فقط يعني. والحقيقه يعني بيت توني اشبه ببيوت ولاد البلد عندنا، مفتوح اي حد يدخل، اي حد ممكن يعني يضايف ياكل يشرب حاجه ويمشي من غير ما حد يسال انت مين. ففرحي هو جاء قبل اي حد، قبل اي حد كان موجود في القاعه عشان يستقبل الناس، وده كان بالنسبه لي يعني شيء انساني كبير. لما جه بيتي انا ما كنتش حاسس ان اللي جاي يزورني ده صديقي، كنت حاسس ان هو اخويا. وهو بيمشي في البيت ويقول لي ممكن تعمل كذا ممكن تغير كذا، فهو بيتعامل بانسانيه شديده مع كل الناس قريبين منه. البرنامج اسرار من تحت الكوبري كان اغلب الضيوف اللي فيه حالات انسانيه، فكانوا فبعد الحلقه بيكلموا ان امنيه حياتهم ان هم يطلعوا عمره وكلام زي كده. الغريبه ان توني طلع ناس كتير على حسابه عمره. تعليقك على ما كنتش حابب اتكلم فيها التقرير. الموضوع الاخير ده شريف، ده شهاده مجروحه يعني. شريف رئيس تحرير برامجك؟ رئيس تحرير برامجي. وشريف مثل ما هو قال تخطى من نسبه الزميل الى نسبه الاخ. لا والصديق، احنا هنرجع بقى الموضوع الاصدقاء اللي انت ما عندكش ثقه فيهم. لا صار اخ يعني، انا يعني لاني ما عنديش ثقه في الصداقه يعني انا برقيه على طول لدرجه الاخ. الاخ عندك اخوات تانيين في مصر غير شريف؟ اه طبعا. مين؟ انا المشهد اللي مش ممكن انساه ابدا ابدا، يوم اللي غادرت القاهره والناس. قول لي اسمين. طيب بص، انا وفالل من القناه والشباب موجودين معاكم هنا، يعني دلوقتي شفت وجوه شايفها قبل كده. عيلتك؟ عيلتي. عيلتك. انا وفالل من القناه، شفت الرجالة دول اللي بتشوفيهم؟ دول كانوا بيعيطوا. أنا وخارج من باب الاستوديو دول كانوا بيعيطوا. واحد واحد كانوا بيعيطوا، أنا إزاي سايبهم وماشي؟ كنت قلت قبل كده إن أنت اللحظة أو لحظة وفاة والدك كانت بتقيمك من نوم مفزوع. آه. لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي آه. ليه؟ مش عارف. لأني رافقته بآخر. أنا حد على فكرة، وأنا بقول أي حاجة حصلت معايا في الدنيا كويسة دي، وأي حاجة ربي وفقني بيها بعد ربي طبعا، دعوات أهلي. أنا من الناس لظروف معينة كنت وحدي في عيلة وعيت فيها على يعني. أنا مثلا ما بذكرش من أمي ولا لحظة أم، يعني من وقت ما خلقت لغاية ما توفت بعرف أنه كان عندها وضع مرضي، يعني عايش بهاجس أنه ما ماتتش اليوم هتموت بكرة، ما ماتتش بكرة هتموت اللي بعده، يعني عايش كده. الوالد كمان بشكل مفاجئ عانى وغادر. بس الأيام القليلة اللي سبقت وفاته بعدني بصحى بالليل وكأني أنا موجود معه بالغرفة، وهو في هذه اللحظات بوعى بكتشف أنه لا. بس بشكر ربي أنه هذه اللحظات مرقت، أنه مش
مش لسه حتمر مرت انه راحت قد ما كانت مؤثرة وقد ما كانت مؤلمة. وزعلي الوحيد اذا بدك انه انا بعتبر حالي من الاشخاص اللي خدموا اهلهم. بار باهلك بس لما صار عندي اولاد اكتشفت انه اللي عملته مع اهلي ولا شيء، لانه ولا ممكن تعرفي اهلك قد ايه بيحبوكي الا ما يصير عندك ولد. يعني لما صرت نام انا على كعب التخت بوس اجرين ابني وبنتي لما يكونوا عاملين مثلا سخونه او عاملين كذا، صرت صوره بي وامي ترجع براسي انه هني كيف كانوا يعملوا معنا وانا ما كنت شايفهم. يعني نحن ما كنا شايفين هيدا الشيء. لهالسبب بقول دائما اللي عنده ام وبي يعني يحملهم على راسه مش على كتافه قبل ما يغيبوا، لانه بعد ما يغيبوا الندم ما بيفيه. برغم هذا بقول له يلا ابني، هلا انا ابني بكون معي، ابني صغير منه كبير عمره 10 سنين، بقول له ليك لا رح تعرف قيمتي وقيمه امك الا لما يجيك ولد. هلا كل المحبه اللي نحن بنحبك اياها انت مش شايفها، بكره بتعرف قيمتها لما تحمل ابنك او بنتك بين ايديك. برغم يا توني ان انت عملت تقريبا مستشفى مجهزه في البيت لوالدتك. ما لهاش دعوه يعني ليكي الاهل يعني قد ما تلاقي وصف ما بتلاقي الوصف، ما بتلاقي الوصف. خلص سبحان الله. وبيقولوا لك الحب بيروح نزول، دائما بيقولوا لك الحب بيروح نزول، يعني بيك بحبك لدرجه انه مستعد يقتل حاله كرمالك، بس انت بتحبي ابنك لدرجه انه مستعد تقتلي حالك كرماله. بيك بتصير تعتبري حالك عم تعملي واجب معه، وابنك ذات الشيء، وابنك ذات الشيء. دي الدنيا، هيدي هالدنيا، هالدنيا. استنونا بعد الفاصل مع توني خليفة. رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع توني خليفة. هو ما فيش حد عاوز يشتمنا ولا حاجة يعني. مستعجل؟ لا انا شفتي حلقات سابقه فيه ال حوري لك دلوقتي. يلا نشوف البروفايل الاول. اوكي. انطوان رفائيل خليفه اللي نعرفه احنا باسم توني خليفه، اسم غني عن التعريف. الانطلاقه الاولى اللي عرفته على الجمهور كانت على ايد المخرج الكبير ومكتشف المواهب سيمون اسمر اللي قدمه على شاشه الال بي سي في برنامج ساعه بقرب الحبيب. نرحب بالفنان السعودي القدير والكبير الأستاذ عبادي الجوهر. بعد كده توالت البرامج ما بين برامج ناجحة زي لمن يجرؤ فقط وللنشر وأجرأ الكلام، وبرامج أخرى مرت مرور الكرام. توني زي ما وصف الناقد كمال رمزي عامل زي النمر بيحاصر ضيفه ويلف حواليه ببطء لغاية ما يلاقي اللحظة المناسبة للانقضاض عليه. هو كان بيتعامل مع كل ضيف على أساس أن أنا هشوفه مرة واحدة أخذ منه اللي أقدر عليه، وبعدين مش مهم الضيف ده هيحصل له إيه بعد كده أو التأثير ده هيبقى عامل إزاي. جراءة توني وقعته في خلافات كتيرة مع زملاء المهنة. توني طبخة إعلام وخبز، دايماً متهم من أعدائه بأنه بيدور على الإثارة وعلى المواضيع اللي تهم قراء صحف التابلويد. من التابوهات المحرمة أو التابوهات المحرم الاقتراب منها. إذا كنت تريد الشهرة في أسرع وقت ممكن فقط عليك بالبحث عن فضيحة ما. لكن توني حيرد ويقول إنه إذا كان في بعض برامجه بيعتمد على الإثارة والفضايح لجذب قطاع كبير من الجمهور، فهو برضو حاور سياسيين كبار ورجال دين وشخصيات جدلية. بعض الصحفيين ونشطاء حقوق المرأة في لبنان اتهموا توني بأنه مذيع ذكوري بيرسخ للقيم التقليدية. أرفض رفضاً قاطعاً تصويرنا كمجتمع ذكوري دائماً. لكن حيفضل أنطوان خليفة مقدم برامج عنده تكنيك عالي في إدارة الحوار وكاريزما ما ينكرهاش حد وصوت معبر ولغة عربية سليمة. موقع توني خليفة بين الإعلاميين المصريين والعرب أعتقد أنه هو ما زال في الذاكرة،
رغم اختفاء قوته كإعلامي مؤثر حالياً، ورغم أنه بيتهم مؤخراً من البعض أنه مطورش نفسه أو اختار الأسهل، فقطر نجاحه اللي كان منطلق أصابه بعض البطء في المحطات الأخيرة. بعد 5 سنين من دلوقتي، تتوقع إيه ممكن يتضاف للبروفايل ده؟ وإيه ممكن يتنسي منه؟ بصي، اللي بيشتغل كل السنوات دي لا شك إنه يوصل لمكان خلاص. يعني إذا كان في من تقدم، هذا التقدم سيكون بطيء. يعني هيعلم شوية إضافة أو مش هتلاقي إضافات، ولكن المهم إنه يستطيع قدر الإمكان المحافظة على ما وصل إليه. طب خليني أسهلها عليك، توني خليفة، بعد كل ده وبعد سنين الشغل الطويلة، مسيرتك المهنية في محطة شبه أخيرة؟ ما فينا نقول شبه أخيرة، لا، يعني إلا إذا الله سبحانه وتعالى يعني ما اديناش الصحة بعد الشر. أنا ما أقصدش كده على فكرة، بس أخيرة لا، لأنه ولكن ما أعتقدش أنه في حيكون حاجة بعد مختلفة عن اللي عملناه. طب يلا نبص على السكرين شوت ده. يلا اقرأ لي السكرين شوت ده. يجيد مهارة الظهور المتكرر تحت مسميات مختلفة ولكن بمضمون باهت ومستهلك لإعادة إنتاجه على طريقته دون أن يقدم للمادة التي يتم الجدل حولها أي جديد، مع أهمية الإشارة إلى براعته في صب الزيت على النار لتسخين المواضيع التي بردت. الصحفية أمنة منصور. ما عرفش حد اسمه أمنة منصور أصلاً. بس هي كاتبة ليها قيمة كبيرة. يمكن أنت ما تعرفهاش. فإذا أنا ما عرفهاش يعني أكيد هي ما تعرفنيش. لا هي تعرفك. يعني بدليل إن هي كاتبة الكلام. مش ممكن كاتبة مش ممكن كاتبة صحفية لبنانية أنا ما عرفهاش بما يعني بهذا الحجم. طب ردك إيه على الكلام ده؟ أنت دلوقتي لسه بتعرف إن في كاتبة كاتبة عنك الكلام. هي مش فاهمة البرامج اللي بعملها. يعني هي مش فاهمة حاجة. يعني ردي انه هي حد انسان مش فاهم حاجه الا كاتب بس عاوز ينتقد توني خليفه انه مسميات تحت مسميات مختلفه ولكن بمضمون باهت ومستهلك، انه يعني ما طريقه الكتابه يعني اختيارها للمفردات مش اختيار صحفي، اختيار اذا بدك كما نقول شتامه، يعني حد عاوز يردح على توني خليفه. فلو في نقد اقدر يعني لو حط انه فين وكذا والموضوع كذا يعني براعتي في صب الزيت على لا انا ما عنديش مشكله مع النقد على فكره، بس يكون نقد يعني ما يكونش شتيمه، يعني ما يكونش انه كتبنا للتجريح، انه كاتبه 4 سطور مختصره فيهم تاريخ شخص 30 سنة من الإعلام ب4 سطور. ده رأيها يا توني. تبدأ رأيها. بس مش ممكن يعني، مش ضروري أنا آخد في رأيها. يعني لا أنت أوكي. أنت كده مش متقدم. سألتني إيه رأيك؟ سألتك بالأول مين اللي كاتبه؟ يعني أنا ما أعرفش مين اللي كاتبه. طب أنت ليه متعصب؟ ليه مش آخد النقد بما إنك بتقول لي أنا مش بتضايق من النقد. شفتيني متعصب دلوقتي؟ حالاً متعصب. أنا متعصب شوية. لا أنت مش شايفاني فعلا لما أتعصب. برضه أنا كمان مش شايفاني لما أتعصب. بصي توني خليفه العين بالعين والناسخ اظلم. طب انا ناسخ مين؟ يعني هي كاتبه مقال مش ناسخ مش نفسك. ناسخ نفسي. طب اقل انسخ نفسي. ده معناه ان انت بتكرر نفسك. طب قرر نفسي. هي شايفه كده. ده رايها. طيب ده رايها. ده رايها. ده رايها بس مش غير ملزم. يعني لو في نقد اقدر يعني اقدر اناقشه مع حضرتك كنا ناقشناه، بس ده مش نقد، ده هي حكمه. ده هي اصدرت حكمها باني انا انسان فاشل مفتن. طب خلاص اصدرت الحكم. طب هي تقصد ان انت بتكرر مواضيعك، المواضيع اللي انت بتقدمها بتكررها، زي مثلا في موضوع التنويم المغناطيسي عملته في مصر وعملته في لبنان. مظبوط. بس انه جمهور مصر جمهور لبنان. طب انت مش شايف ان البرامج اللي بتحتمل اساسا مناقشه نفس المواضيع ما بتكونش برامج منسوخه من بعضها مكرره؟ سمر، اللي بيعمل مسرحيه بيقدمها 3 شهور 4 شهور نفس المسرحية، هو بيكون عم بيكرر نفسه؟ لا بس الفن حاجة والتقديم البرامج حاجة تانية. لا 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 لا، لما تقدمي مسرحية على 3 شهور متواصلة كل يوم انت عم تكرري نفسك كل يوم؟ لا يعني هو كل ما يوم لازم تعملي حاجة جديدة. ثانية واحدة، هو ما بيعملش 3 مسرحيات بيناقشوا نفس الموضوع؟ لا لا، المسرحية الواحدة لما تعملي عرضها كل ليلة على 3 شهور
بس انت بتكوني عم بتكرري نفسك ثلاث انا بكلمك هنا دلوقتي. لا 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 انت بتكرر الموضوع بتناقشه على في كذا برنامج عشان اوصل الفكره. المسرحيه اللي بتبقى 30 يوم متواصله هي بتبقى نفسها ليه؟ لانه الجمهور عم يتغير كل ليله. لا المثل ده مش صح. انا مش شايفاه بينطبق. انا لما اعمل برنامج لجمهور لبناني ما بيشوفش القنوات المصريه وجمهور مصري ما بيشوفش القنوات اللبنانيه، يعني من ابسط الامور انه اذا موضوع شائك اجتماعي موجود في المجتمع اللبناني موجود في المجتمع المصري، اني اخذ الحته اللي موجوده في المجتمع المصري وانا اعيشها في مصر واخذ الحته الموجوده في المجتمع اللبناني وانا اعيشها في لبنان. انت مش شايف ان بعد الانفتاح الفضائيات ده كل الناس بتشوف كل حاجه توني دلوقتي؟ مش مظبوط. طب تعالى بقى بلسان معارضيك خلاص. لا. تعالى نشوف السكرين شوت ده. يلا. توني خليفه، الاثاره لم تعد تستهوينا. اوكي. حاولت أن أخرج بانطباع يقترب من الإيجابية ولكنني فشلت في ذلك، فحينما تأملت كثيراً في نوعية الأسئلة الملقاة على ضيوف البرنامج بدا لي أن المحاور توني خليفة يريد الزج بضيوفه إلى المزالق، كل همه انتزاع إجابات حتى ولو كانت على حساب سمعة وأعراض الآخرين. أنا أتحدى الكاتب الصحافي ده أن يجيب لي حاجة على حساب أعراض الآخرين. أنا كل الموضوع التاني ممكن أوافق عليه. طبعاً في أسئلة دلوقتي أنت معايا نفس الحاجة عم تعملي، عم تاخدي مني إجابات وبعد شوية هتسأليني رأيي بفلان ورأيي بفلان علشان تاخدي مني إجابات سبايسي للبرنامج، بس على حساب أعراض الآخرين أتحداه. طب خليني أوري لك الشهادة الجاية. تفضل. عندي رسالة للأستاذة سمر يسري أقول لها أن البرنامج اللي أنت بتعمليه ده بتاعي وأنا مسجله. اعتقد دي الطريقه اللي بيشتغل بيها توني خليفه، ان هو بيخطف المشاهد بجملتين زي ما حصل دلوقتي. طريقته الاثاره والجدل، وانا شايف ان ده حقه وشايف ان هو بارع فيه ولازم يرجع له تاني. يمكن ضربت لكم مثل بسيط، طبعا انا بعتذر لسمر، انما الفكره نفسها هي خطف المشاهد من اول وهله. ابرز ما يمكن ان يوجه اليه من انتقاد فهو ان ما يقدمه ينطلق في شكل اساسي من جوانب اثاريه وفضائحيه. اتصور ان الصيغه المثلى لدى توني هي الصيغه التي يمكن اجمالها في الجمله شيخ دين يضاجع عاهره في قصر ملكي، وبالتالي هو يركز على ما يتعلق بالدين ليس في جوانبه الروحيه ولكن في جوانبه المثيره للتناقض والجدل والغرابه. نحن نختار القصص يا استاذ توني في المجال الاعلامي حينما تتسق مع اولويات الجمهور وليس مع رغبات الجمهور وليس مع حتى احتياجات الجمهور البدائيه. اريدك ان تركز على المضمون وانت تمتلك الطاقه والقدره اللازمه لذلك. بس عرفيني بالاستاذ الدكتور ياسر عبد العزيز. نعم. والشهاده اولا طبعا دكتور الاعلام واستاذ الاعلام. نعم. وكان ضيفك استضفته قبل كده. ما بيشوفش تلفزيون شكله خالص. انت ما استضفتوش قبل كده؟ ما مش عارف. استضفته قبل كده؟ صراحه مش عارف. استضفت الدكتور ياسر عبد العزيز؟ ممكن. طب انت يعني دلوقتي بس شكله ما بيشوفش تلفزيون يعني انت ثانيه واحده، انت استضفت الدكتور ياسر عبد العزيز قبل كده في برامجك ودلوقتي بتقولي ان انت مش عارف؟ مش عارف. انا عشان انتقدك؟ لا 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 والله لا مش عارف. عشان اعوذ بالله انا مش قليل الادب على فكره خالص. انا ممكن شكله على الشاشه متغير عليه، وممكن لاني انا مستضيف فوق الالف شخصيه في مصر، مش يعني في شخص مر معايا مره مش هضل اتذكره. طيب والشهاده الاولانيه؟ الشهاده الاولانيه محمد فاروق. محمد استاذ محمد فاروق. استاذ محمد فاروق رئيس تحرير وشوشه. استاذ محمد فاروق الاقرب الى الحقيقه، يعني صبني اكثر. ايوه عشان قال الكلام على مزاجك. لا لا مش على مزاجي، قال الكلام يتلائم مع الحقيقه. بس الدكتور انا معلشني لمواضيع الدينيه، برنامج السلام عليكم 30 حلقه في رمضان وبرامج الكل اتصدفت فيها الدين، الدكتور شاف فيها ان مضاجعه رجل دين لما مش عارف مين في قصر. دكتور ياسر عبد العزيز بيحاضر الاعلام في 14 دوله. على راسي توني. على راسي من فوق، بس لانه دكتور بيحاضر في الاعلام ملوش حق يطلق اتهامات غير موثقه. ليه حق؟ عشان هو متخصص. متخصص، بس هو اطلق اتهام كده في المطلق. هو عاوز يعمل اثاره، يعني في المداخله ده اكيد مطلوب منه كان انه يا دكتور عاوزين كده نولع. لا 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 ما طلبش منه كده. أو, 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 او اثاره. لا 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 مش طريقتنا على فكره.
انا لا لا اشك لا لا. انه دكتور لا 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 ده متخصص في الاعلام والدكتور ياسر عبد العزيز في الاعلام مش مستني الكلام حد ده؟ اللي يقول له قول بيقول الكلام ده. انا مش عايزاك تتعصب. يلا في فيديو عايزاك تبص معايا عليه. يلا يلا بديك اشلاح. نعم بفوت على الغرفه لشو. اذا تملك مؤخره بشكل محدد. وحش الشاشه فنيا لهالاسبوع واعلاميا بين هلالين كان صدر الفناني ليال عبود. ليش مع نادين كان صدرك رحب هالقد تمعنا جاي خنق؟ هيك بده برنامجك على السطر. نقطة على السطر ولا على الصدر؟ في أبواب بتوصلك بالمجرات الثانية، بتطلع بتحكي أنتو ياهم، تقعد أنتو ياهم، بس يا توني ويك أب. أحياناً تكون متشبثاً بآرائك. الثياب اللي بتلبسيهم أو ال بيلبق لي ما هيك؟ لا 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 سوري. وأحيانا تكون أكثر تسهلا. 98% 98% 98% yes. واحدة بريطانية بتقرا الطالع من المؤخرة. طبعا لسه ضفتها. كنت عايز إيه؟ ده علم. أيوة كنت عايز تقول للناس إيه؟ دي كانت ظاهرة بيتكلموا عليها كان في السوشيال ميديا إنه هي تقدر تقدر تشوف الكاركتر بتاع الإنسان ومستقبله من خلال تكوين جسمه بما فيهم المؤخرة. المشكلة فين؟ يعني ما شفتش فيها مشكلة. طب ومناقشتك بقى اللي صدر ليالي عبود ده كان الهدف من ورائي. مجلة لبنانية معروفة طلعت حطت عنوان بما معناه كذا أكبر من كذا، وصار في عليها بلبلة في على التلفزيونات اللبنانية. وسأبت انه ليال طلعت عندي ما طلعتش في برامج ثانية. وكنا نحن بنسأل انه سبب التصريح ده، والمجلة عرضت الموضوع ده. يعني كان موضوع متكامل عن موضوع. هلا هو متشال من الفقرة الحاجات النافرة، يعني الحاجات النافرة لما تحطيهم حد بعض بيبين انه الموضوع الى يعني قد كده. هو كان فولجر، هو كان فولجر كمان يعني، بس في حاجة هي بلس ليا. انا لما قلت لها ليه عند غيرنا روحتي مكشوفة على عندي جاية كده، بتجاوب بتقولي انه برنامجك بيتطلب كده. تعال نشوف الشهادة الجاية. يلا بس جيبولي شهادات. ولو خانه التوفيق في اخر برنامج عمله في سي بي سي، انا رأيي ان هو اخطأ في اختيار الفكرة اللي قدمها في سي بي سي، لان اعتمدت انها حالة غير متكررة. طب هتلاقي مليون حالة غير متكررة، هتلاقي 3-4 حالات والباقي هيبقى متكرر. انا شايف ان توني عندما يعود لمصر يعود بفكرة غير تقليدية. ناس كتير قوي ما تفتكرش الا برامجه الاولى، قدم برامج بعد كده تانية لسنوات سنتين او ثلاثة على قناة الكرة والناس، وبعدين راح قناة سي بي سي، ما قدرش يعمل نفس اللي عمله في السنوات الاولى، لان هو فقد قدرته على مفاجأة الجمهور وعلى ان هو يجذب نجوم جدد. انا رأيي انه كان المفروض زي مثلا جورج قرداحي، زي نيشان، كان المفروض توني خليفة يستمر على الخط اللي هو نجح بيه مع الجمهور المصري حتى لو هيبتعد شوية، لكن هو وقع تحت ضغط انه لازم يبقى متواجد. عارفهم الاول؟ الاستاذ طارق الشناوي ابوسه على الاستاذ محمد عبد الرحمن. طارق الشناوي ابوسه على دماغه من هنا، ده صابني 100%. ما اقدرش اقول ولا اي حاجه. الاستاذ تاني محمد عبد الرحمن، يعني انا اعتذر لانه الشاشه بعيده عني شويه، وانا يعني انا صورتي دلوقتي على شاشه يعني مش عارف نفسي. الاستاذ يعني محمد عبد الرحمن برضو كان ضيفك في حلقه من الحلقات. الاستاذ محمد عبد الرحمن في حته كبيره اتكلم فيها صح، وفي حتة ما فهمتش يعني، بحسهم كأنه لفترة هم ضايعين. يعني مثلا قال هو لازم يكون مثل أستاذ جورج قرداحي، أنه يضل على نفس النمط اللي هو ماشي فيه. طيب أستاذ محمد شاف أستاذ جورج قرداحي اللي عمل من سيربح المليون وعمل المسامح كريم، إزاي النمط نفسه يعني؟ طب لا لا لا، بس ما انا عاوز امشي بالتفصيل. انه راجل بيقول لي كون مثل جورج قرداحي يضلك ماشي على نفس السكه، واحد عمل من سيربح المليون ورجع عمل المسامح كريم، السكه ازاي تكون واحده؟ يعني اي الكلام لمجرد انه يقول كلام، مع احترامي له
في دي. هو يقصد ان انت تروح للسكة الانسانية زي ما انت ما قلت مش في إنسانية. اول حلقة زمن الاخوان كان سكة انسانية، اسفين يا ريس كان سكة لا انسانية. لا لا هو يقصد على البرنامج الاخير اللي انت قدمته مفيش حصلت قبل اللي كده. كان هو ضيفه. لا اللي حصلت قبل كده انا بقولك كان كان سقطة من في تاريخ المهني، اعترف مني الشلطان البرنامج ما سمعش، البرنامج اختيار خاطئ 100%. بس انا اللي عاوز اقوله انه مش انا اللي اتحمل مسؤولية الاختيار الخاطئ. المحطة ولا انت؟ لا انا بعتبر انه يعني في حاجة اتقالت مرة مع ادارة سي بي سي حبيتها، بس وقتها ما حبيتش اعلق عليها. لما انتهى العقد فيما بيننا ورحنا نسلم على بعض وكذا، فقالوا لي دي بتحصل انه ممكن تجيب ميسي تلعبه مع منتخب الارجنتين، ميسي نجم طراز اول، منتخب الارجنتين من اقوى المنتخبات في العالم، بس لما لعب ميسي مع الارجنتين ما كانش الانسجام بين الفريقين، يعني ميسي بعده ميسي والارجنتين بعد الارجنتين. هذا اللي حصل بينه وبينك، بين كاتوني خليفة كقيمة اعلامية وبين كاسي بي سي. وقتها عجبتني الفكرة، بس كنت حابب اعلق على موضوع وردة، ولكن ما كنتش حابب اقوله. دلوقتي اقدر اقوله شوية. اتفضل. انتوا مظبوط جبتوا ميسي على الارجنتين، بس لما تلعبوا ميسي حارس مرمى هيحط جوال ازاي؟ طب ليه عملت؟ ليه قبلت؟ ليه قبلت؟ لاني كنت عايز تروح سي بي سي في الوقت ده؟ ممكن ممكن ممكن. فقبلت بشروطهم واعتقدت ممكن انه اي حاجة تعمليها على سي بي سي ممكن تتشاف. ودلوقتي؟ دلوقتي لا، اكتشفت انه انا مش هعمل حاجة تاني الا ما اكون عارف تماما اني مش هلعب الا في ملعبي، مش هلعب الا في ملعبي. استنونا بعد الفاصل مع توني خليفة. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع توني خليفة. فقرتنا الأخيرة فقرة أنا والآخرون. الآخرون في لبنان أطيب من الآخرون في مصر؟ في التعامل طبعا. في إيه؟ في التعامل. التعامل. عاوز الحقيقة؟ الحقيقة طبعا. مصريين طيبين أوي. الأطيب المصريين؟ المصريين. نشوف التويتة دي. انه ما عم بفهم انا السوري هو رافض يستقبل مواطنيه، نحن شو جابرنا نرجع نستقبلهم بلبنان؟ انا بقلكم لانه نحن ايه واكتر شوي ايه. انت رافض وجود اللاجئين السوريين في لبنان؟ هم مش لاجئين، هم راجعين على سوريا. قفلت القوات السورية الحدود وقالت لهم ارجعوا لبنان. فانت رفضت ده؟ طبعا طبعا برفض ده. ليه؟ انه واحد راجع بلده. نحن بلبنان كلنا على بعض 4 مليون، كلنا على بعض 4 مليون، لا لاقيين كهرباء لا لاقيين مي، ونص الشعب اللبناني مش لاقي ياكل. نحن نتحمل الحالات الإنسانية اللي مفروضة واللي بتعيش بينا وبيناموا على تختي، يعني بنام على الأرض وبنايم مكاني، بشيل الأكل من ابني بديله إياها. ده إذا كان مش قادر، مش لاقي ملجأ إلا ملجأي. بس ناس بيطلعوا بينزلوا على سوريا، هما ما عرفوش يرجعوا بلدهم، ما لهمش ملجأ غير لبنان في الوقت ده. ما عرفوش يرجعوا بلدهم. أنا ده اللي قلته، إنه إيه يعني، حد يفهمني. مصريين برات مصر كانوا في حتة راجعين مصر، بتسكر السلطات المصرية حدودها مش عاوزة تستقبل مواطنيها. طيب ايه ذنب الدول التانية اللي مش قادرة، ما عندهاش لا القوة ولا الحيلة انها تستقبل الناس دول؟ توني الوضع السوري في مأساوي. سيبيني من الوضع السوري، انا ما بتكلمش عن المأساوي. الوضع سيء. انا مش واحد بيموت وعاوز يخرج وانا قلت له لا ما تخرجش. انا واحد راجع طالع على سوريا، طالع على دولة بيطلع وبينزل، يعني بيروح وبيرجع، والناس بين لبنان وسوريا نازلة طالعة، فجأة بتتسكر الحدود لأن هم مش عاوزين فئة معينة من الناس ترجع سوريا. طيب هتلزمني فيهم ليه؟ انت رفضت تستقبلهم في لبنان. مش استقبلهم، انا بسأل انه انتوا رافضين ترجعوا الناس لبيوتها. طيب انا ذنبي ايه اتحمل الاعباء دي؟ طب خلينا نشوف التويتة اللي جاي. يلا
بعد أكثر من 20 سنة شغل بمؤسسات إعلامية داخل وخارج لبنان، اكتشفت أنه تهذيبك واحترافيتك وتواضعك بفصل عن بعض المدراء بأنك أهبل، فهموها؟ فهمتيها؟ مين هم المدراء اللي فهموها؟ أه؟ بعض المدراء. أيوة مين؟ مش هقول، لو بقولك كنت قلت في تويتر. ما كنت قلت في التويتر لو عاوز أقول. طب أفضل إدارة محطة تعاملت معاها؟ بدون دبلوماسية، رد عليا. في لبنان أو في مصر؟ هنا وهنا. في مصر القاهرة والناس. طب دلوقتي لو طلبوك تاني ترجع؟ طبعاً طبعاً، ما في خلاف. أنت عارف شو خلافي أنا مع القاهرة والناس؟ إيه الخلاف؟ مادي. كان أستاذ طارق عاوز يثبت لي أنا بقبض بالدولار، لأني أنا شخص غير مصري، ما قدرش أتعامل في الجنيه، لأنه أنا الجنيه في بلدي يعني زي المصري اللي في بيروت بيقبض في الدولار، ما بيقبضش في الجنيه. يبدو، مش يبدو، من الأكيد أنه أستاذ طارق شخص رجل أعمال كبير واقتصادي كبير، فكان عارف أنه الدولار، أنه الجنيه حيعلى. فقام إجا قال لي عاوزك نثبت سعر صرف الجنيه على الكونترا بسبعة جنيه، أنه قد ما يعلى الجنيه أنت بتاخده على السبعة. فقلت له أنا حاطه. بتكلم قدام شخص، قال لي لحظة. قلت له مال؟ قال لي ده طارق نور اللي بيتكلم. قلت له إيه يعني؟ قال لي طارق نور لما يقول لك كده يعني طارق نور شايف حاجة أنت مش شايفها ولا نحن شايفينها. اوعى تقبل، تترك الكونترا مفتوح، لأنه إذا طارق بيقول لك كده يعني الجنيه ممكن يوصل لما مش عارف قد إيه. فأنا كان المشكلة أنه طارق عاوز يثبت سعر، أستاذ طارق مع احترامي، عاوز يثبت سعر صرف الدولار على جنيه معين، أنا ما كنتش عاوز أثبته، وما توقعش العقد كده. بس ده الخلاف الوحيد. خلينا نوجه لهم تحية من خلال أنا وأنا. أنا مش تحية، أنا بوجه لهم تحية حب وفضل. أنا طارق نور له فضل على طوني خليفة، أنه دخل طوني خليفة مصر من باب قناة لسه بتتولد جديد، وقدرنا مع بعض نعمل حاجة يمكن قنوات كبيرة ما عملتها. أنا رحت السي بي سي ما قدرتش أعمل الحاجة اللي عملتها في القاهرة والناس. تعال نشوف الشهادة الجاي. يلا. أنا رأيي أنه الأمر كان لازم يؤخذ بشكل أبسط من كده، مقلب، والمقالب ده فورم بيتعمل وتعمل وحيتعمل ونجوم عالميين بيعملوه. أنا مش شايف أنه كان الأمر يستحق كل ده. في كراهية ما موجهة ضد نيشان، الكراهية طاقة، بتبدد طاقة. أنا مش عايز توني يبدد طاقة في كراهية، أنا عايزه يبدد طاقة في فكرة جديدة يقدمها. أظن أنه الإعلامي توني خليفة لم يكن موفق على الإطلاق في اللي عمله ده، كان ممكن ينتظر لما حد يسأله. في فنانين كتيرة لما بيجي يسجل برنامج مقالي بيقول أنه عرض عليه ورفض، لكن فكرة أنه يجري على طول يسجل فيديو ويحطه وكأنه هو بقى اللي بيحرق البرنامج، هذا أمر لا يليق ب زملاء شغالين في وسط واحد، وقد يكون عمل اصلا هو قبل كده في برامج تانية مقالب في الجمهور او جاب ضيوف عشان يلفت بيهم الانتباه بشكل معين، وده حصل عنده في برامج في بيروت وغيرها. الطريقه اللي عمل بيها توني دي اثبتت يا اما ان هو متضايق انه قاعد من غير برامج في الفتره الاخيره، او ان هو عايز يرجع تاني عشان الجمهور المصري يتابعه، او ان عنده موقف شخصي من نيشان تحديدا. بدك ايه على الكلام ده؟ لو الموضوع موضوع كراهيه، كان لما قال لي نيشان تعالى لبرنت، انا عامل برنامج حواري في الاو اس ان، لو في موضوع كراهيه كنت قلت له لا انا مش حاجه. هو قال لي في برنامج، قلت له انا حاضر. على فكره في حاجه، بس مش اني انا بعملها، ولكن كل الناس صارت عارفه انه التليفونات الاندرويد بينزل عليهم البروجرام اللي بيسجل المخابرات كلها بدون ما يعني بدون ما تكوني انت بتسجلي لحد، هو البروجرام بينزل، يعني الاتصالات كلها متسجله. نيشان بيقول لي انا عاوزك في برنامج في او اس ان، قلت له انت عامل برنامج؟ قال لي في رمضان. قلت له مبروك. قال لي عاوزك معايا؟ قلت له يا نيشان انت بتقرر وانا بمشي، وانت عارف الامور يعني انا واحد. قلت له بس عاوز اسالك سؤال، انا عارف انه الاو اس ان بيدفعوا فلوس للضيوف، في مكافاه ولا مفيش؟ إذا ما فيش مكافأة أنا بجي لك من دون مكافأة. قال لي لا في مكافأة، وبكرة هيكلمك شخص من قبلنا وحط الرقم اللي أنت عاوزه واتفقوا عليه. ده
بيكون عندي كراهية يا أستاذ طارق وأنا عم بتصرف من كراهية مع نيشان؟ لو أنا في الكراهية اللي بتقولها حضرتك كنت قلت له لا، أو كنت حطيت شروط، أو كنت أقل وأنا عارف هو أسألني بيدفعوا مبالغ قد إيه، يعني كنت طلبت المبلغ المرغوب. طيب فإذا بس خلينا نشطب أول حاجة، إنه اللي صار هو ردة فعل طبيعية على حاجة نيشان بيعرف تماما إني أنا برفض هذه النوعية من البرامج. طيب نيشان بيعرف تماما إني أنا أعاني من وضع صحي بقالي فترة، واضطريت أتكلم في الموضوع ده في العلن، وهو راح يعني زارني أكتر من مرة، يعني طبعا مش موضوع صحي خطير ولكن موضوع يعيق الحركة بتاعتي، يعني أنا ما قدرش أتعرض لمطبات، ما قدرش أتعرض يعني، ودلوقتي أنا دخلت استوديو هون وكلهم شايفين أني بطلع السلم شوية شوية لأنه خايف أنه إني أتعور في مكان ما، مشان يعرف ده. فأنت أخدني فين؟ أنت أخدني فين؟ ما فكرتش في ده؟ غير موضوع أنه أخد أطفالي معايا، يعني المواضيع دي تلاتتهم هما اللي سيطروا على دماغي، علما اني انا طلبت توضيح، يعني قلت له للراجل اللي مع نيشان، قلت له بليز يكلمني نيشان علشان افهم هو عاوز يعمل فيها كده ليه، هو عامل ايه، حتى ما كلفش نفسه يتصل يقول سوري. هو كان شايفك سلعه بتوصله. الكلام اللي قاله استاذ محمد ينطبق على نيشان مش عليا، على شخص بقاله سنتين او ثلاثه مش طالع على الشاشه، كان خلاصه الوحيد انه يوصل الى الشاشه بهذه الطريقة. فإذا التبريرات مش مستحبة، ولو أنا وحدي بتكلم في الموضوع ده يا أستاذة أو يا أستاذ، ما كانتش مصر كلها قامت قيامتها على نوعية البرامج المقالب اللي بيتعرض لها النجوم دي. مش مقالب، ده مش مقلب. لما تعرض شخص، أنت عارف إذا أنا عندي ضغط ولا لأ، إذا أنت عارف إذا عندي بالقلب ولا لا، إيه ده؟ طب خليني أسألك سؤال. كلهم رايحين عارفين، هم يحضروا أربعة خمسة مش خليني عارفين. أكون محددة وأسألك ليه صوتك ما كانش عالي قبل كده ضد برامج رامز أو أي برنامج مقالب؟ طيب برامج رامز بقالها كام سنة على الشاشة؟ شباب الشاطرة اللي شايلة تويتات وشايلة صحافي مش عارف منين ما حدش سامع فيه جايبين له مقال ضد توني خليفة، فيهم يجيبوا على ثلاث سنوات ماضية إذا توني خليفة كان معلق صوت ولا لا. أنا بقول صوتك عالي لكن ما قلتش إن أنت ما قلتش. ما عملت برامج خصيصا عن المواضيع يعني دي. صوتك السنة دي أعلى. السنة ده لأنه مست فيها شخصيا، وأنا ما كنتش على فكرة، خليني أكون واضح، أنا اللي عملته السنة اللي كان مستهدف لا ضد رامز ولا ضد الام بي سي ولا ضد البرنامج، أنا كانت ردة فعل على نيشان، لأني أنا بعتبر إنه أنت يا نيشان عارف حساسية العلاقة بيني وبينك، عارف إنه نحن إذا بدك الجرح اللي بيننا لسه ما تختمش، فأنا ما هنش عليا إنك بأول من عطف عند مصلحتك رحت بايع الناس دي كلها. أنا عليت صوتي في وش نيشان، بس لما علي صوتي في وش نيشان راحوا ضحايا تانيين معاه. يعني أنا إذا كل بتشوف الفيديو اللي أنا قلته واتكلمت فيه كنت دايما أقول أنا ما عرفش رامز جلال، أنا ما عرفش رامز جلال، أنا بعرف رامز على التلفزيون. طب يعني الكل اللي فهموا غلط موقفك بتقول لهم إيه؟ ما حدش فهم غلط. لا في ناس كتير فهمت غلط. مش كتير أبداً، أنا شفت الناس كلها فهمت صح والناس كلها أيدت، وإذا بدك صوتي كان فتح المجال أمام أصوات كتيرة تقول إنه يكفي لهذا النوع من المقالب. الاثنين حالتين، خطورة المقلب اللي بيتعمل، بعدين التهزيء اللي بيتهزئه النجم قبل ما يخش المقلب، في كلام بيتقال عليه وهو مش قادر يرد عليه، في كلام بيتقال مهين، يعني لما قال عن شيماء ومش عارف مين معاها دلوقتي بقر هيخرجوا من الباب، ازاي ده؟ طب انا اذا قال عني العجل اللي خارج من الباب وانا مش سامعه، انه انتوا اخديني تحطوني في موقف انا لا اريد ان اكون فيه، ربنا سبحانه وتعالى اعطيني حريه الاختيار، انه انتوا جايين تنظروا عليا دلوقتي، واحد يقول لي وانت لانه مش عارف ايه، يعني عاوزين تسجلوا مواقف، كان مفروض على بعض الاساتذه اللي قايله المواقف تكون مذاكره شويه، عارفه شويه تفاصيل، انه كلام كليشيهات بيتقال اللي بيتعمل في الناس يحو الناس راحوا سجلوا. هتقولي لي انه انا صورت لما عملت التسجيل بتاعي كانوا ثلاثة أو أربعة هم اللي مسجلين المقالب، يعني لسه 26 شخص ما سجلوش. وانت 26 حسيت بكلامك ان انت خليت ال 26 ما يروحوش؟ لا، ال 26 اللي راحوا سجلوا دلوقتي
دول ما سمعوش في الـ دي حلقات مفبركة يعني؟ مش عارف، أنا بحطها برسم الرأي العام إنه الناس دول كلهم نجوم، كلهم اللي راحوا دول مش سامعين. أنا في واحد منهم، في واحد منهم مش هقول مين، في واحد منهم كلمته ورد عليا مدير أعماله. طب ما تقول طالما انت كلمته. لا ماليش الحق، ما انت بتطلع بتسجل فيديوهات. قلت له كذا كذا، قال لي انا رايح سجل يوم كذا، قلت له بس بقول لك. راح ولا ما راحش؟ راح وسجل. يعني ما همهوش اللي انت قلته. اخد فلوس ودوبي. يعني الفلوس افهم من كده ان بتخلي الواحد يغير رايه. الا طوني، الا طوني خليفه طبعا. وفي الحته دي تبقى انت حقك طبعا. طبعا حقي، حقي، وما اسمحش لحد ينتقد حقي، لان هما عم بيبيعوا من كيس غيرهم. يعني انا اللي كنت هتهزق، وانا اللي كنت هترعب، وانا اللي كنت هتعرض مش عارف ايه، مش انت. عرفت ازاي ان هو كان مقلب؟ هتصدقي؟ طبعا هنصدقك، واقسم على راس اولادي، واقسم برب العظيم ان اللي بقوله صح، لاول مره بقوله في الاعلام كده. لما قفل معايا السكه نيشان، قفلت الخط وطلعت في سيارتي، حطيت التليفون جنبي بدور السيارة، شفت صورة رامز جلال في ازاز السيارة قدامي، عملت كده جزء من الثانية، ايه جاب رامز جلال على دماغي؟ بالسكة من المكان اللي كنت فيه للبيت، انا وفراسي بدور انه ايه رامز جلال، ليه رامز جلال؟ ما يكونش رامز جلال بيدبر لي مقلب، هيجيني تليفون من مصر دلوقتي يقولوا لي روح برنامج، دي رمضان قرب كذا. وصلت البيت انا بنزل، نيشان كلمني دبي او اس ان، ما يكونش نيشان بيجيب ناس لرامز جلال، لا مش ممكن، لانه انا بعرف كبرياء نيشان اقله في العالم، يعني هو دايما مش ممكن يقبل يعمل ده، يعني لو عاطينه دور في البرنامج بس مش ممكن يعمل ده، لا ممكن يعمل ده. عشت كل الليل صراع، ممكن مش ممكن. الصبح كلمني احمد حلمي، شخص اسمه احمد حلمي، بدي قال لي المساعده بتاعتي، بتقولي كلمنا استاذ احمد حلمي من قبل نيشان وعاوز الباسبورات. قلت له من اي رقم؟ قلت لها جنسيته ايه؟ قالت لي مصري. قلت ممكن مصري بيشتغل في الوايسان. قلت لها ايه الرقم اللي كلمك منه؟ قالت لي رقم مصري. قلت نيشان برنامج في الوايسان في الامارات، رقم مصري يعني غرفه عمليات البرنامج مصر، مش ابو ظبي، يعني الشك وارد. لقطت التليفون، تلفنت على الوايسان، اربع مدراء كلمناهم، في برنامج لنيشان عندكم؟ لا. في برنامج لنيشان عندكم؟ لا. طلعت مصر ابتديت اسال، حد بيعرف اذا في علاقه بين نيشان ورامز؟ لاني حطيته في دماغي، حد واحد كله بيقول لك ما حدش عارف رامز بيعمل ايه، كله يقول لي ما حدش السنه دي عارف رامز، بيقولوا في الصحراء في سينا، كل واحد بيقول كده، لغايه قبل ما اروح بيوم على التصوير كنت بلغت احد الاشخاص انه يتابع لي الموضوع، رايح بيشيش بقهوة بكوفي، اتنين قاعدين وراه بيتكلموا مع بعض على حاجة معينة. لو الراجل ده انا مش لافت انتباهه على علاقة نيشان برامز ما كانش انتبه للموضوع ده. فبيكلمني الساعة 3:30 الفجر بيقول لي استاذ توني شكوكك بمكانة، بس انت راجل بتخوف. قلت له شكرا. تأكدت ازاي؟ قال لي. قلت له شكرا. الصبح كلمنا احمد حلمي، قلنا له بليز قول له نيشان يكلمني دلوقتي، انا عاوز اعرف تبرير هو عامل كده ليه. قال لي نص ساعه وهيكلمك. ساعتين ما كلمش. انا عارف، كنت اكيد انه نيشان مش هيكلم، لانه نيشان اللي ملوش مصلحه معاهم ما بيعذبش نفسه. مثلا في فنانه زعلت وسط العالم العربي كله علشان يرضوها، انا كده عرفت بالمقلب. مشان كده قلت لك كل ما اسال او اعاتب وحس حالي اني انا واحد بيجيني بيقول لي ربك موجود، مازال ربك موجود جنبك، مش لازم تخاف. او لا، لو رحت وصورت وعرفت ان هو مقلب وانت اتحطيت فيه، كنت في لاهاي دلوقتي، في لاهاي مش في المحاكم العربيه، كنت في لاهاي في المحاكم الدوليه. لو عرضوا على توني خليفه انه يقوم بدور نيشان كنت هتقبل؟
هتوافق؟ هقول كلمة مش عاوز أقولها، مش عاوز أقولها. بهزر على فكرة معاك. لا مش بتهزري، الناس اللي ما بيعرفوش إنه أنا طوني وهو نيشان. أنا هختم بالكلمة دي، إحنا بنقدر طوني خليفة وبنقدر نيشان وبنقدر إن طوني سمح لنا إن إحنا نقرب للأنا بتاعته. لا بالعكس، أنا ونقرب ونعرف حاجات عن قرب من طوني، يمكن بقالك كتير ما طلعتش تتكلم. أنا ما بطلعش قوي يعني، بس النهاردة ببسطت في حاجة كنت بقول لهم للشباب قبل ما خشينا، أني كنت حابب أطلع أنا جديدة للناس، فحبيت. هلا في الفقرة دي اللي بتاعت قال وقال، يعني أنا يعني ده الفورمات، دي الفورمات الأنا بتاعت طوني خليفة البرنامج. طلعت الأنا طلعت طبعا، طلعت في أول قسم، اتكلمت في أول قسم، اتكلمت في كل حاجة أنت عايز تتكلم فيها. تقريبا في حاجة سميتهم، في أشياء ما سميتهاش بس طلعتها، يعني في أشياء علقة جوه فيها طلعتها النهاردة. أول مرة بتكلم في المواضيع دي، في حاجات كتيرة اتكلمت فيها النهاردة، بس أنا كنت لو أنا دلوقتي على أنا وأنا، لو أنا كنت اكتفيت بأول قسم من البرنامج، لاني انا حسيت حالي قاعد بعمل، يعني بعترف، ده اعتراف. فلما فتنا في حته دي فورمات البرنامج، دي الفورمات دي، ده طبعا دي احنا مبسوطين. على فكره الناس بتحب ده للاسف، مبسوطين ان احنا قربنا من الانا بتاعتك وتشرفنا بيه. انت مش عارفاها؟ لا اكيد عارفاك وبتشرف بصداقتك. انا بتشرف انك انت اخت وعزيزه وأفتخر أني تعرفت عليكي في كل المراحل. أشكرك طوني، وأفتخر أني اشتغلت مع شباب هم اليوم منتشرين على أنجح البرامج على شاشات المصريين، آدم الكيوي، وهم كمان اتشرفوا واشتغلوا معاك، وشريف بديع. ده فريق عملي اللي أنا أفتخر ان هم كانوا عيوني اول ما جيت، عيون مغمضة على مصر، وتساعدت انا وياهم علشان قدرت اعمل اللي انا عملته. كلنا بنتشرف ان انت كنت ضيفنا النهاردة واحنا عيلتك في مصر. انا بعتبر ان نفسي في بيتي هنا، مش الحلقة دي مش هتتنسي. انا مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، بس ان شاء الله تفسر صح، ما تفسرش بعض الامور فيها زي ما بتتفسر الحاجات دي. لا هتفسر صح، واحنا قربنا من الانا بدون ما نحكم عليها. استنونا في أنا جديدة وأشوفكم على خير وتصبحوا على خير.